يلي بتحرق قلبه نار الانتقام لازم يحفرق برين، الأول لعدوه والتاني لإله. وأنا هي النار شعلت بقلبي، كنت شوفير تاكسي بحالي للحظة اللي حرقوا لي قلبي بطريقة. إذا بدفن اسطنبول باللي فيها بقبر واحد ما رح ينشف غليلي. أنا اسمي علي رضا، وبعد شوي رح أقتل واحد بيكون ابن أكبر زعماء المافيا. يسعد لي صباحك. شو هالفطور الرايق؟ صباح الخير يا ابني البطل، صباح الخير يا عيوني. انت كنت نملك شوي تانية مبارح، تأخرت بالرجعة يا روحي. ايش بعت نوم يا مو؟ ليك شو بدي اقلك، بعد ما نخلص من عرس اختك ولبكته عريسنا رح يريحك شوي. ايه امي، انتي قلتي يا عريس تركيه تهناله شوي. ابني معقول هالحكي؟ إلك 10 أيام عم تشتغل ليل نهار، خليه هو يشيل عنك. مجد بالله عن جد ما تسرحت، شو هالحكي هاد؟ وليش ما بدهم يسرحوك؟ لك شو عم تخبص انت؟ معقول هيك تزعل اختها؟ اخي شو بو مجد شو ما دخلني مساك انت حاكيها تصطفلو. شو عملت كمان؟ شو عملت لحتى ما سرحوك؟ ألو مجد، عروستنا. لك هي عملة بتنعمل أخي، نشفت اللي دخيل دمي دخيل الصباح. عن جد إنك غليظ. دخيل هالوش يا روح أخوكي يا غليظ. هاتي تليفوني هاتي. صباح الخير يا أحلى أم بكل الدنيا.
بنتي الحلوة انتي، هلا انتي عروس، معقولة تنامي كل هالوقت؟ يا اهلين وسهلين، فوتوا فوتوا، هاتي عنك. شيل عني هدول. فاقوا ما هيك؟ ايه فاقوا اختي، تفضلي. ايه حياتي، ايه شفتها، شاركتها. شو خالي ماني معبي عيني؟ صباح الخير خالو. صباح الخير. صباح الخير يا روحي. اجلي رسمي، هاتي لشوف مشي الحال جبتيه. لحظة وقفي، رح فرجيكي عليهم هدول ما هيك؟ فرجي بنتي، أنا قلت لك خياطة مكنة، شلون بدنا نخيطهم قطعة قطعة؟ ما رح يلحقوا لبكرة. طيب اشرب كاسة شاي وبروح ببدل لك اياهم فورا. وقفي وقفي، لكي بدك شيء لك معي كمان؟ رح تروح بدون ما تاكل لقمة، تعا افطار بالأول. عثمان جاي على الموقف مشان الحسابات، ما بدي أتأخر عليه. طيب لحظة استنى شوي. خلص الفستان جربتي شيء؟ امبارح المساء أمي خلصته، أمينة وطلعت ياخذ العقد. برافو، هلا بعد الفطور بتلبسيه. بدنا نستنى لبعد الفطور. ليكي هالصورة حلوة كتير، صورة العريس وصورة العروس وبتجيبوا بيبي صغير كمان. كتير حلوة. حلو كتير، ايه عن جد، من وين جاي؟ رح يطير عقلك بهذا اساسا. تفرجي. شو هاد ست الكل؟ كنت واعدة فاتح إنه لما يتسرح رح ساوي له ياهم، بقى خدهم معك وكلون. بس أنا غرت ليكون عندك علم. لا، إيه وليش بقى؟ إيه أنا خدمت 10 شهور قوات خاصة، لك حتى وزير الدفاع كرمني وما طلعت هيك صينية من هالبيت على شرف تسريحي. لك ابنك كله شقفة عسكري، ما حرزك إلى الصينية؟ لو أنت كمان خدمت مثل أخوك وما تركت أمك كامشة اللطيفية ليل نهار، كنت بعمل لك يا روحي. خلينا يا يرضى عليك. أخي أمتى رح تنزل طيارة مجد؟ على 10 بتنزل، وعلى 11 تقريبا منكون بالبيت. استودعناكم. أنا طالعة ورا أخوكم على الباب. بلشوا فتوى. الله معك. شو كنت بدي أقول لهم؟ مو معقول حلوكي. شوي شو بحاول دور عليه. أحلى عمي مراد والله. صباح الخير، كيفك علي رضا؟ الله يسعدك، كيفك؟ خد هدول بتفطر فيهم أنت وعمي حسن والشباب. كتر خيرك، سلم إيديك عراسي. صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك علي رضا. أخي ظافر، صباح النور. صباح الخير علي رضا. أحلى عبده، طمني كيف كان الشغل. الله يزيد ويبارك أخي، الشغل كان كتير منيح. ايه؟ بعد ما خلصت شغل غسلت السيارة صارت مثل الفل. حلو. ايه؟ أخي البركة ريحتها عبت الحارة، رقية خالو معاملتها وكسبت ثواب فينا. خوز ناول لك وحدة. بصراحة أنا شبعان، بس هدول ما بينحلوا. بعرف يا أخي، بركة رقية خالو اللي ما بيحبها يبلاب خالد. يسلموا أخي. صحتين وهنا. ايه يلا حبيباتي، بنشوف ردوا لي هالأغراض لشوف. الله يرضى عليكم، ما تتركوهن هيك، خذوا لي هالطاولات والكراسي وحطوهن تحت الشجر. امرك عمي حسن. عمي حسن يسعد صباحك. اهلين يا ابني، صباح الخيرات. اهلين فيك فاتح. مسيك هدول من الوالده. كنت عم افكر انه نعمل خيمه، بس الظاهر انه ما في داعي لها. الطقس حلو عين الله عليه، بلا ما نزيها الشجرات. خير عمي حسن. واحد من الكباريه رح يعمل عزيمه اكل اهل الحاره على روح الفقراء والمساكين، وعم نعمل التحضيرات. نعرفه شيء من الحارة؟ لا، هو معرفة قديمة من أيام الشباب من السجن. الريس يحيى بعت سلامه من البلد أخيه، بعت أولاد أخته 2 وقال إنه رح يأسس لشغل باسطنبول. شو يحيى، ما سمع انه نحن تركنا هالشغل؟ سمع بس ما صدق معلم. خبر رفقي ونبه علي ما يحطهم بمكان ينغدروا فيه. امرك معلم. امتى جاي طيارة خالدة؟ ناطرة دكتور صديقي عليا، اول ما يصل رح اطلع. لسه في وقت، ما تقلقي، اصلا ما رح سلم شنطايتي كمان. لك عليا كلهم كم يوم، شو بدك يعني لسه جيب معي؟ ما بعرف بهي، بس والله الجبنة هون مشهورة كتير، إذا بتحبي بجيب لك معي تنكة، أو إذا بدك. دكتورة في حادث سيارة. ليكي أنا مضطرة أسكر. على مهلكم يا شباب. لا تاكلوا. طولي بالك، طولي بالك. معلق البشر، شو اسمك؟ نازلي، نازلي اسمك دكتورة. استنوا شوي شوي عليك. طلعي شو اسمك؟ نازلي. تمام نازلي، تمام ما تخافي. ايه اهدي شوي، رح تكوني منيحة، ما تخافي. دخلها لجوا بسرعة. انتبهوا على راسها وانتم فايتين، انتبهوا. تمام نازلي، تمام اهدي حبيبتي، انتوا طلعوا. ماشي نازلي، اهدي روحي. قديش عمرك نازلي؟ 19. بتدرسي مو؟ اي فرع؟ رجلي عم توجعني كتير. ليكي انا هلا رح احاول هدي رجليكي وانتي شديهم، تمام نازلي؟ 1 2 3 شدي.
تمام. انت من اهل المنطقه نازله ولا جايه زياره؟ هاتي المقص. يا الله رجلي كثير عم توجعني. جرحي خطير دكتوره، مشان الله قليلي. لا نازله مو خطير كثير. زينة اتصلي بالاسعاف حتى ننقلها على الكلية بسرعة. دكتورة الاسعاف جاي. تمام، حضري لي الابرة السريع. شو بكن شو قاعدين بعزا؟ فيكو لك شغل لي هديك الغنية المطقطقة، شغل لي اياها لحتى نروق شوي. طلباتك اوامر. شغل شغل. ها هي هي، اعطيها من عندك. Hangi rüzgar attı sizi, uzaylılar hoş geldiniz. Kurcaladı zihnimizi, uzaylılar hoş geldiniz. Sizi gördük sevindik çok, karnınız aç mı yoksa tok. Atmosferde ne var ne yok, uzaylılar hoş geldiniz. Kurbanız bu mudur asıl? Güneşlem aranız nasıl? Uzaylılar hoş geldiniz. Merih mi ay mı iliniz? Hangi lisandan diliniz? Sizin de çok mu deliniz? Uzaylılar hoş geldiniz. Bizim oraya kış mı kar mı? Bütçeniz geliş mi dar mı? Petrol sıkıntınız var mı? Uzaylılar hoş geldiniz. Sizi gördük sevindik çok. Karnınız aç mı yoksa tok? Atmosferde ne var ne yok? Uzaylılar hoş geldiniz. Yalla yalla. براق بيك. أندر بيك؟ براق بيك. أندر بيك. صار في سوء تفاهم براق بيك. شوفي أنا ما فهمت حضرتك من قبل منيح براق بيك، يا ريت تعذرني. شو بو هذا؟ ليش خايف؟ أنا بعرف شو وجعه. تفضل براق بيك. كبران الخسة براسك وعم تكتب بوستات. تريدر أندر 52 ألف متابع. حلو والله. مانو قليل. عن جد حلو. شو يا صاير عندك متابعين منيح؟ لنشوف شو كاتب. شو هالأيام يلي وصلنا له؟ اليوم إجا لعندي جانجستر سرسري من أهم عيال أولاد البلد. سرسري؟ واو. وطلب مني إني بعله شغلات وهددني علناً بين موظفيني، بده ياني بيع ضميري بكل بساطة إله. تعجب. هالسرسري مفكر إنه ما في لا شرطة ولا قانون بالبلد وبيقدر يسرح ويمرح على كيفه. نقطة. 79 لايك. شو هالبوستر رائع هاد؟ لا والعالم مبسوطة فيه. أندر بيك تريدر أندر، مو حاسس إنك ظالمنا شوي؟ أي والله ظالمنا. طلع حواليك بوجوه هالشباب الطيبة، هلأ هدول بيسرحوا وبيمرحوا على كيفهم برأيك؟ بعمل اللي بتأمرني فيه. كسبك مصاري بالهبل، كسبك مصاري أكتر ما بتتخيل بكثير. لا، بتعرفوا شو أكتر شي ضايقني بوستو يا شباب؟ بعتقد أخي كلمة سرسري، ما هيك؟ إيه، كلمة سرسري مو حلوة كتير يعني. إنه تقول سرسري على واحد وشه بيبي فيس مثلي عيب كتير. شو بيعرفني؟ قول مافيا، قول أبضاي، نحن شباب، قول طايشين مثلاً. ولا إلا خلص قول سرسري، خرطة مشتي. أنت ضايقت منا شي فيكو؟ يعني خلص خلينا نعتمد على سرسري. ما جانجستر يا ابن الحرام؟ جانجستر لك من وين جايب لي اياها؟ هي از فيك امريكان. انا رجعت على البلد من فترة قريبة، ما كنت بعرف شيء ابدا عن البلد، لو بعرف مين بتكون معقول اعمل هيك قلة ادب، صار لي 20 سنة بامريكا. شو في ورانا منعرفك عليها؟ امير شف لنا شيء شغلة نضيفه اياها للاستاذ؟ حاضر يا بيك. ضيافة المغتربين. تريدر أندر، نورت البلد يا غالي.
لا مو هنيك، قربوا على اليسار أكتر. بدي كل شيء على الميلي. بتحطوا الورد بنص الطاولة تماما. أمرك يا خانم. الفرقة هون رح تكون. أي تكرمي. ممكن تستعجل شوي؟ حاضر يا خانم. حياتي، أخذت أدويتك؟ أخذتهم. عم بسمع بابا؟ قاعد هلأ ورا الكمبيوتر عم ببيع على أبو جنب، قلت له خبرك. لا تستنوا لحتى ينزل على الآخر حتى تبيعه، ما بدي تيجي هاي اللحظة اللي عم يستناها الكل. أنت لا تقلق بابا، أخوك ما رجع على البيت لهلأ، ما عم يرد على التليفون تبعه. هو معي بابا هون، طفى تليفونه لأنه ما في شحن. إذا بدك تقول له شيء أنا بوصل له إياه. تعوا على البيت وما بدي شيء. تمام بابا. آخ يا مراد، آخ. أندربيك، تشرفت بمعرفتك كتير، بس أماني لا تواخذني، لازم أطلع لأنه صار عندي قصة مستعجلة. فيكو دللوا لضيفنا، وأنتوا ضبوا قبل ما تطلعوا. على مهلك، شوي شوي رح تختنق. لك شو هاد مثل الشعر طعمته؟ لك عمي لك شو هاد؟ هلا انت كم قصيدة عريان بحياتك لحتى تقول عن الاكل شعر كمان؟ والله معك حق، يمكن بالشعر ما بيفهم بس بالبرك بيعجبك. ايه بفهم فيه. طيب شو رأيك؟ والله شي ناهي، الله يسلم ايدين الوالدة. ايه شو هالاكلات هاي؟ لك تعا عريس تعا تعا، اجيت بوقتك. ايه والله حماتك بتحبك نيالك، هي صح ابرتها خشنة شوي، ايه بس التمر. أهلا وسهلا فريد. شو شبك فريد؟ خير إن شاء الله فريد. مالي منيح أبدا. شوفي شو صاير معك؟ الصالة اللي استأجرناها ايه طلعوا سارقين الكهرباء سرقة وصارت حريقة مبارح. يا بابا يا الله، أنا انتهيت يا شباب، لك حياتي كلها تدمرت. طيب يا شبنا لا تتشائم هيك، منلاقي صالة تانية ومنعمل أرزكم. ايه طبعا روق. لك شلون بدنا نلاقي صالة من هون لبكرة؟ كل الصالات بتكون محجوزة هلا، والكروت راحوا لكل البشر. شو بدي أقول لنهال؟ شو رح أقول لأمي يعني؟ وشلون بدي حط عيني بعينك؟ شو بدك بنهال هلا؟ فكر شو رح تقول لأمنا رقية، والله رح تعصر كتير. خالو هدي. محلولة دادا، محلولة محلولة. تمام روقنا، العرس ما رح يلتغى، مو هيك عمي حسن؟ بيلتقى لحال. منساوي يون ومنعمل نفس الترتيب، الطاولات والكراسي مثل ما هنيت، منعلي الأضوية ومنفرد الزينة، من زوزة أحلى زوزة، أو منعملكن عرسكن هون. عم تحكي عن جهد؟ شايفني عم بمزح؟ بس عمي لازمنا إذن من البلدية. منجيب يا سبع، بالأخير هي الحارة حارتنا، منجيب إذن البلدية ومنجيب إذن الشرطة ومنجيب الأزونات كلها. العرس رح يكون هون. يا والله العرس بالهويات أحلى لك عمي، ليكن نسمة هون ما أحلى. بعدين أنا الصالات بتخنقني خنق ما بقدر عليها. طيب من وين بدنا نجيب الطاولات والكراسي؟ شغلة ناكلة، خلص ترك هاي القصة علي محلولة. بالأول نسأل الأهل، إذا وافقوا منتكل على الله. طيب أنا رح روح خبرهم. لك تعال اشرب شاي بالأول لوين رايح؟ لا ما بدي، ما رح أرتاح لحتى خبرهم. لا ترد عليهم، ليك الفرحة بعيونه. شو هالمجنونات، في عائلة بيتجوز؟ عمي حسان أنا حاسس إنه حيطلع عرس شغلة. وهو هيك إن شاء الله عمي، أحلى عرس رح يتساوى. مراد صباح الخير.
يا مراد أرسوي، شو عمران مبارح؟ رح فوت عليك ها؟ ايه؟ قول للحريم يتستروا، ليكني عم فوت. لك مشتهي شي مرة تفاجئني. مراد، لك شو هاد؟ صباح الخير. لك الله يصطفل فيك. لك انتو شو بدكن مني؟ شو بدنا؟ شلون يعني شو بدنا اخي؟ للمرة المليون رح قلك شو بدنا. بين كل هالشغل والضغط يلي قابرني قبر، ما بدي يكون اخ كبير لاخي الكبير. ده خلقي من هالقصة. انا كل يوم عندي كذبة لبابا من تحت راسك. انا ماني مجبور لك مراد. لك اخي عود عاقل بقى وكبار وبلا هالحركات. انا ماني مجبور اترك شغلي واركض وراك. الزلمة عامل حفلة لحكمة جوركان ونحنا شو عم نعمل؟ قاعدين عم نسكر ونشرب اخي. لك انت لوين بدك توصل؟ انتوا اللي شو بدكن اصلا؟ انتوا شو بدكن؟ بدي اشرب وبدي اسكر وما حدا بيحقله يتدخل. فهمت براق؟ اتركوني بحالي لو سمحتوا. أنا ناطرك هون. اتدوش وطلع لأنه ما عنا وقت. حذر مين جاي على الحفلة اليوم؟ جاي خالدة. خديجة خانو، بما انه بنتك عم تغني الغنية اللي بتحبيها ممكن نسمع رأيك؟ اهدي صوتها مني، لهيك هالغنية طالعة بتاخد العقل. سلم هالإيدين. الزلمة عنده لازمة، ما يقول له خليهن علينا. العمش واندبوري بخيل. ظاهر انت ما عندك شغل تشتغله. شبك واقف فوق راسي عم تنقل هالنق. طوشني. خلص رح ضبه، رح ضبه. تأمر معلم، تأمر. مرحبا. يا أرض احفظي ما عليك. ميت أهلين وسهلين. تفضلي خانم، تفضلي. فاتح ليك ابني، انا وياك عنا شغله، وبالنسبه لبنتي الاستاذه علي رضا بيوصلها. ابني انت وصل الاستاذه، انا وفاتح في عنا شغل. امرك عمي. يلا عن اذنكم لكان. مهونك. الله معك. شو اخبارك فتو؟ منيحه. وانت منيح؟ على المكتب؟ لا على المحكمه. هلا نحن عنا شغله معلمي. ليه ما خليتني استرزق وصل المخلوقة؟ لأني شفت ما عندك شغل، أما طلعت لك شغل. إيه، مو بقيان شي لعرس أختك. أنت جاهز؟ هلا من ناحية إني جاهز فجاهز، بس والله وقت بصفون بلاقيها تقيلة شوي. لأنه نهال الدلوعة تبع بيتنا، ما بعرف كيف رح يصير بدونها. انت مشان هيك بتكون عطيت اختك لفريد اصلا. لحتى ما تبعد عنكم كتير. بصدقي ما خطر على بالي هالشي، بس ما رح كذب عليك، هالجوازه طلعت من مصلحتي. على الاقل رح تكون تحت عيوني. فتون، شو القضيه تبع اليوم؟ دين وعدم رد. ان شاء الله اذا كنتي من طرف النصاب تقدري تخلصي وتهدي، واذا كنتي من طرف المظلوم الله ينصرك. ان شاء الله. طيب، هاي اختك حتزوجها من بعد ما درستها طبعا، واخوك عم يخدم عسكرية. كتير حابة اعرف صار دور شو هلا. والله اذا الله قدرني
بدي انطر طقم جنوطة للسيارة ما بيفهم، وكمان بدي نجد الفرش ورا، وبدي اعمل وش بوليش للسيارة. مجنون انت. ايمي المزح على جنب. لتاريخ هاللحظة ما حطيت مخططات لحياتي، مع انه بيني وبينك حابب اعرف الدنيا لوين حتوديني. انا فيني ساعدك بهالخصوص، يعني اذا بتحب فيني ساعدك بخصوص رسم خطة لمستقبلك. اختصر فريد عم سوق. ايه منشكر الله، معناتها خبر عمي حسن ليجيب لي الزونات. سلام. ناوية أنا فاجأة. تعال. مين اللي خبرك؟ عليا ما هيك؟ يعني أنا ما حكيت لا قدام فواز بيك ولا قدام أي مخلوق. معقولة بعد هذا العمر تستغلي وشك الحلو وتنطيني يا بنتي؟ كل سنة وأنت سالم بابا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك عمو صبري. وصلت؟ لا لسه، بس على وشك إنها توصل. أنا وحدة أحلى؟ السودة أكيد. لك يقطع عمرك، ما عم تزبط بنوب. شو رأيك تهدى شوي؟ زبطت وكتير منيح. عرقت خنقتني على الأخر. معلش تحمل، يعني قررت إنك تحكي اليوم؟ حلو، كتير كتير، يعني برأيي أكيد رح توافق، لأنه أي وحدة بتشوف اللي محضر لها إياه رح توافق فورا. برأيي لا تفكر بالموضوع. مراد بتشكرك أخي كتير، عم ترفع لي معنوياتي، طاقتك الإيجابية عم تذبحني. ليكي شفتي شلون بيرفع معنويات أخوه؟ ما فينا نهرب من الواقع، هالبنت ما بتقدر تشوفك. أهلين علي رضا، المدير مالنا بمكتبه بقاعة المعرض. طيب يكتر خيرك. النقلة هاي يعطيك العافية. لسه في هدول كمان، هدول هن كل التحف حاليا. عمي مظفر. علي رضا، لا كيفك يا ابني، كيف أهلك؟ الحمد لله كلهم مناح، منشكر الله. يا عال متين، علي رضا شاب قبضاي مثل ابن اختي، أبوه كان قائد فرقتنا. لا تواخذني، جيت بدون ما أعطيك. ما قصرت، كسبنا شوفتك، نورت. أستاذي بخصوص اللي أرجيتك ياهن، أنا مع فكرة إنه نكتب كتاب خطي ونتواصل مع الحائزين على القطعة الأثرية الحساسة. طيب روح أنت كمل شغلك ومنضل على تواصل. طيب بتشكرك بالإذن. الله معك. إيه هات لنشوف شو هالهوى الغربي اللي رماك علينا. والله بصراحة محتاج مساعدتك. أختي رح تتجوز بكرة مثل ما بتعرف، رح نعمل العرس بالساحة هنيك قدام موقف التاكسي. بدي دبر طاولات وكراسي وكنت عمول إذا فينا نستعيرهم من المركز من عندكم. طيب يا علي رضا، بس بشرط
ترقص لنا ليزجينكا بالعرس. أعزائي الضيوف، أهلا وسهلا فيكم جميعا. أبي كان بده ياني كمل تعليمي، لهيك بعدني عن إخواتي وما كان بده ياني أتدخل بالشغل. بس بعد ما ماتوا هو وإخواتي كان بوقت عمري 17 سنة، واللي بتذكروا كمان إنه تركني بموقف كتير صعب. بعدين الغربان بلشوا يطيروا حواليي. كل هالسنين كل شي كسبه أبي بتعبه وشغله وعرق جبينه أخدوه منه ببساطة. وقتها اندق الباب، وعلى الباب شفت زلمة مثل الجبل. قال لي: يا ابني، أبوك كان شريكي وصاحبي، وكنت أعتبره مثل أخي الكبير كمان، ولهيك من اليوم ورايح انت بأمانتي. هلا يا ريت انقطع لسانه ولا قاله. اجا يوم قال لي صار لازم تفتح بيت المرحومة زوجتي الأولى، وقالت أولادي الغوالي، أولادي براق ومراد، الله يخلي لي إياهم. اجا يوم قال لي: انت صار وقتك بقى، لازم تستلم الشغل. وترك لي الكرسي تبعه إلي، كياني وشخصيتي ويمكن حتى وجودي، وأنا مديون لهلا لشجرة الأرز الكبير اللي صار عمرها اليوم 61 سنة. برفع كاسي وبتمنى له الصحة والعافية. كل سنة وانت سالم. بشكر ربي على وجودك. سيطرة براقبة، ما بدي اياك تقلق ابدا. بستأذن من حضرتك. يا ميت اهلا وسهلا. يلا امشي. عن اذنك يا خالو. ما قام عيونه عنك كل الحفل. اسكتي، انتبهت له. بابا شكرا. قولي لنا دكتورة، لايمتى الاجازة؟ رح ارجع يوم الاحد عمو فؤاد. معقول بهالسرعة؟ عن جد ما حلك، انتي قاعدة شي 15 يوم، أبوكي بيكون مشتاق لك، مو هيك حكمة بيك؟ بنتي هي معقولة ما اشتاق لها؟ بس اللي بيهمني بهالموضوع سعادتها وبس. إذا هي مبسوطة من شغلة هنيك الباقي كله حكي فاضي. ليش؟ ما في مستشفيات باسطنبول تشتغل فيهم؟ إيه خالتي. شو حكيت بنتي؟ نحن كمان منشتاق لك. خالتي أنا بحب إني ساعد الناس اللي بدهم يتعالجوا بس ظروفهم المادية ما بتسمح لي، وأنا مبسوطة إني قدرانة أعمل هالشي. عن إذنكم هلا بس شوي. إيه وانت ليش قاعد هون لحالك؟ هات لشوف. ما بتواتيني القعده هونيك، بيكبسوا على نفسي. انا مالي عم بشرب شي. مالك ناوي تعزمني مراد؟ اذا سمحت مرني يا بيك. ممكن تجيب كولا للانسه؟ تكرم. كولا؟
ممكن يكون شربت كولا عندك كتير بالزمانات أخي مراد، بس إذا منتبه أنا هلأ كبرت والكل صاروا ينادوا لي دكتورة. تمام، على شو أزمة؟ خليها صودا. أنت عم تسمعني شي؟ خليها صودا. ها؟ إيه؟ بدي فوت على الحمام. أنت كأنك عم تتهرب مني؟ خالدة؟ عندك شوية وقت؟ حابب أورجيكي شغلة. طيب. ليكي، بعد هالصورة بالضبط رح تطلع، هذا منظرها من برا، هذا هو. ليكي الواجهة ما عجبتني، لونها بشع، أكيد رح بدله خالدة. هون الكوريدورات، ما أنا ضيقة، بالعكس حاسس مساحتها منيحة. ها، وهدول الأوض. كيف؟ حلوين، بس أنا لهلأ ما فهمت أنت ليش عم تورجيني هدول الصور. أنا اشتريت هاي المستشفى، رح أدخل بمجال الصحة هلأ. خير، بلشت بتهريب المواد الطبية هالمرة؟ لك ما تتمسخري علي خالدة، أنا عم أحكي عن جد، رح أفتح بكل مكان، بأنقرة، بأزمير. أي منيح كتير هالحكي، حلو، بس ما فهمت شو المطلوب. تكوني شريكتي، هذا المطلوب. بدي تستلمي مجموعة المستشفيات أنتي. شكراً برهق، أنا عن جد بتشكرك من قلبي، هذا الشيء كتير بيعني لي وحلو، بس أنا ما بفهم بالإدارة، كوني دكتورة يعني مالي إدارية. لك خالدة اسمعي، أنا فهمانك، هالشغل قانوني 100%، لا يروح فكرك لبعيد، ما له علاقة بشغل العائلة تبعنا. أنا حابب أطلع من هذا الجو، هذا استثمار شخصي. لك إلي شهور عم حاول أقنع أبي مشان يفوت بهذا المشروع، وبالأخير اقتنع. هو يعني هالمشروع بيعني لي كتير، لأنه كرمالك، كرمالك أنت. ما فهمت. بدي منك تضلي بهالمدينة خالدة، تعيشي هون وتشتغلي هون، بدي تكوني شريكتي، بدي اياكي تضلي جنبي، وحتى كمان براق. براق بدي احكي انا بالاول اذا بتسمح، بدي اشرح لك وضعي ممكن؟ طبعا. أنا ما بيعني لي كون بهالعالم تبعكم، وما بدي أشتغل بمستشفى فخمة، وما بيهمني كون إدارية وقلتها بهالأمور. هدول الشغلات أنا ما بحبهم نهائياً. براق أنا ما بدي أجرحك صدقني، بس بتوقع الشي اللي بدك تحكيه، أنا ما رح يعني لي بنوم. لهيك خلينا نفرض إنه هذا الحديث ما تم. ممكن لو سمحت. مريني يامو. علي رضا وينك انت؟ العشاء جاهز ابني. امي هلا كان معي زبون ووصلته، انا بعيد خلص بدبر حالي. يا روحي ما بكفي ما اجيت على الغدا، لا تروح العشاء كمان. اليوم رح بيت على بكير لانه مجد رح يجي اصلا، ورح اشتغل بس العشرة. يلا ايه طيب ما ماشي تأكلي. بس يصير معك خبرنا انه وصل. يلا الله يرزقك ابني. خلي لي اياكي. الله يقويك عمي. تسلم يا ابني. لفنا واحدة بمعيتك. ايه تكرم عيونك يا رزاق. على شوي كان رح يتقدم لي للزواج وبآخر لحظة وقفته. لك أوف ما عم بفهمك، شو فيها يعني؟ حلاوة وزنجيل وقوي، شو بدك أحسن من هيك؟ عليا أنا مالي مصلحة مع حدا من هاي الأجواء، وبالذات مع براق أرسوي. خالدة ما بعرف إذا بتتذكري إنه أنت بنت حكمة جوركان، ومستحيل تكوني مرتبطة بإنسان عادي. مثلا كان في الدكتور هارون كان بيموت على رضاكي، بس من غير ما يودعك نقلت عينه وراح. يلعني ويلعن شغلي، يلعني ويلعن شغلي، يلعني ويلعن شغلي. لا بكفي يا أخي، بكفي بقى، خلاص بكفي بقى. شو عم تعمل؟ هالقصة عملت لك هوس براسك، انساها ببوس إيدك. أي هوس هاد؟ أي هوس هاد أخي؟
ليش ما حدا عم يفهمني فيكم؟ أنا بحبها للبنت، عشقانة عشقانة. لساته بجيبتك؟ خلص اتركني أخي، اتركني اتركني. وقف، طالما مانا هوست ليش لساتك حامل؟ ها؟ لك في هيك حب؟ معقول تخلي أبوك يشتري لك مشفى مدري بكم مليون دولار؟ إذا بتحبها روح جيب لها ورد، شو هاي تشتري لها مشفى؟ أخي هالقصة فهمناها، باعت زلمة الآخر الدنيا وراها بس مشان يراقبها جنيت أنت؟ ولأنه الدكتور كان معجب فيها بتخطفوا على الجبال وبتبلش تهديد فيه؟ لك أنت شو طينتك؟ ما كان في شي بيناتهم، لك خطفته للزلمة على الجبل. أنا بس بدي أفهم شو أنت؟ فهمني أنت شو طينتك؟ من شو مرجول؟ خالدة لا، خالدة أنت مالك علاقة؟ أنت بأنو حق بتسمح لحالك تبعت ناس وراي لحتى يراقبوني؟ خالدة ممكن تروقي شوي، رح تصير فضيحة. ليك صيري اللي بده يصير، مو فارقة معي. ليك كنتي عم تسألي شو صار لهارون؟ طلع براق بيك المحترم خاطفه على الجبل ومهدده كمان. عملتها إيه؟ أنا اللي عملتها يا خانم. هو شو عمل؟ هرب خالدة. لو حبك مثل الرجال كان بيضل، لو كان بيحبك مثلي كان بيفتح لك قلبه وبيستحمل. شلون عم يحكي بكل وقاحة؟ كل عمرك رح تضل حيوان. بعدي خالدة هون يتحمل، ممكن تستني شوي؟ أخي راحت خالدة، بعدي هيك. هلأ وقف وقتها شوي، دخل فيني بعدي بدي احكي معاه. هلأ مو وقتها أخي، بعدين بتحكوا تمام؟ براق، حتى إذا خالدة قالت لك موافقة، الماضي ما راح يترككم أبدا. انساها. مساء الخير، بدي روح لك عن لجة. عفوا أنسي، أنا هلأ ماني طالع، عم باكل. الموقف هنيك فيه تكاسي. أنا مستعجلة شوي، إذا بتريد. شكرا إلك. خالدة انزلي خلينا نحكي. ما عندي شي لأقوله، سكر إذا بتريد. خالدة أنا عندي، قلت لك خلينا نحكي دقيقة. وأنا عم لك إنه ما في شي نحكي أنا وياك، سكر الباب إذا بتريد. خالدة لا تعندي، انزلي وخلينا نحكي. وانا عم قلك انه ما عندي شيء لحتى احكي انا وياك. خالدة خلينا نروح على مكان هادي ونحكي على رواق، يلا انزلي خلصيني. انت كيف بتتجرأ وبتمد ايدك علي؟ خالدة عم قول خلينا نحكي، ما عم قول شيء ثاني. ما بدي احكي معك، اتركني. لك اتركني، عم قلك انزلي خلصيني، يلا انزلي بدي احكي معك. كيف بتتمادى معي بهي الطريقه؟ عيب اللي عم تعمله. خلاص ولك خليك بحالك، يلا امشي معي بسرعه. خلص اتركها بحالها. انا عم قلك تعالي معي عم ساعدك. خالدة لا تجنيني، انت عن جنوب تفهمي حيوانة. ولك صار لك شي؟ ولك انت مين يا سرماية؟ طلعي.